أجرى اليوم المترشح الحر علي بن فليس مؤتمرا صحفيا بمقر مداومته ببن عكنون. المؤتمر جاء عقب إعلان وزارة الداخلية عن النتائج الأولية لاستحقاقات 2014. في البداية أعلن علي بن فليس عن قراءته لمجريات الحملة وليوم الاقتراع. مشروعي السياسي للجزائر التجديد الوطني قد لقي رحابا لا شك فيه، واستفاد في الوقت نفسه من دعم شعبي عريض، ولن تفلح النتائج المعلنة في محو وإلغاء هذه الحقيقة. وبخصوص النتائج المعلن عنها الذي حاز فيها بنسبة 12%، قال أنها مكونة من تحالف ثلاثي. اسمعوني جيدا ولتحفظ ذاكرتكم ما يلي: إن النتائج المعلن عنها، اسمعوها مليح هذه، نعاودها لكم، اكتبوها، إن ولتحفظ ذاكرتكم ما يلي: إن النتائج المعلن عنها قد تم التحضير والتخطيط والتنظيم لها من طرف تحالف يحمل ثلاثة أسماء. الاسم الأول التزوير، الاسم الثاني المال المشبوه، والاسم الثالث بعض وسائل الإعلام المأجورة. وفي الختام أكد بن فليس بأنه لن يعترف بهذه النتائج، وفي الوقت ذاته تعالت هتافات مناصريه المساندة لقراره، كما صرح بأنه سيحتج على الانتخابات بكل الطرق السياسية والقانونية بعيدا عن الاعتبارات الشخصية، داعيا مناصريه للتلاحم والاستعداد للنضال السياسي الجديد، مشيرا إلى أنه سيعلن قريبا عن شكله ومحتواه. عقد اليوم المترشح موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية مؤتمرا صحفيا بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة. المؤتمر جاء تزامنا وانطلاق الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية والجماعات المحلية أطيب العيس للإدلاء بالنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية 2014. لاحظنا أن هناك من تجاوز ربما بمئة مرة هذا المبلغ المخصص، والسؤال هنا يطرح: كيف غض النظر على من جمعوا هذه الأموال لإدارة حملة انتخابية، وأصبحت الانتخابات في الجزائر انتخابات مال وليست برامج أو غاية من أجل إخراج الجزائر والجزائريين من الأزمة التي يتخبط فيها الشعب الجزائري. هناك مشاكل التي لماذا لم نطرح السؤال على هؤلاء المترشحين: كيف، ما هي التكلفة للحملة الانتخابية، وكيف ملئت كل القاعات لهذه الحملة الانتخابية، كيف يمكن أن جمعنا أو حشدنا هذه الحشود في هذه القاعات، وبأي ثمن وبأي طريقة حشدت. هذا وأكد رئيس الجبهة الوطنية السيد موسى تواتي للصحافة الوطنية والأجنبية الذين جاءوا من مختلف دول العالم أنه أصبحت الانتخابات في الجزائر انتخابات مال وليس برامج أو غاية من أجل إخراج الجزائريين من الأزمة التي يتخبط فيها الشعب الجزائري. هناك تجاوزات في تضخيم النسبة في المشاركة، وهناك كذلك الاستغلال المال في شراء الذمم، وجعل من الانتخابات انتخابات عرفية لا أساس لها من الصحة.
وأضاف السيد موسى تواتي في هذا المؤتمر أنه لن يسكت عن الفروقات وسيقوم بعملية الطعن مهما كانت النتيجة. حركة مجتمع السلم كحزب مقاطع لم تبرز رأيها حول نتائج الفرز الخاصة باستحقاقات 2014، معللة ذلك كونها لم تكن معنية في الانتخابات، وركزت ملاحظاتها حول المشاركة في هذا الاستحقاق المصيري. يوم الاقتراع لاحظنا من خلال ملاحظين على مستوى كل ولايات القطر أنه فيه احتشام في الإقبال على الانتخابات الرئاسية، برر ذلك يعني نسبة المشاركة في قبل أن تضاف ساعة اللي كانت يعني بالرسمي 37.9، بعد أن أضيفت يعني ساعة في ثلث بلديات القطر قفزت النسبة إلى 51%، وهي في ذاتها تراجع بنسبة 22% عن الانتخابات الرئاسية 2009. وأضاف الأمين الوطني للشؤون السياسية فاروق أبو سراج الذهب بخصوص شفافية التصويت. الخيارات يعني اللي اتخذت من طرف السلطة للتعامل مع هذا الاستحقاق الهام بالنسبة لحركة مجتمع السلم لم يكن في المستوى، ولذلك قطعنا نحن وفئات عريضة من المجتمع الجزائري لهذه الانتخابات الرئاسية، فبالنسبة إلينا نسبة المشاركة فيها تراجع كبير وكبير جدا، وهذا في الحقيقة يعني سيضغط على الحاكم الجديد، على الرئيس الجديد، بملفات كبيرة جدا، أولها الملف السياسي والملف الاقتصادي والملف الاجتماعي. وبالمقابل أصدرت جبهة التحرير الوطني بعد ساعتين ونصف من انتهاء العملية الانتخابية بيانا أوضحت فيه ارتياحها الكبير للجو العام الذي جرت فيه العملية الانتخابية، مؤكدة أن خيار الشعب كان نتيجة وعيه الكبير لمسؤوليته التي طالما تحلى بها في مثل هذه الأوقات. معظم وسائل الإعلام الأجنبية وفي صدر صفحاتها الأولى تحدثت عن تقدم الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، فقناة العربية وروسيا اليوم تحدثتا عن فوز الرئيس بوتفليقة، كما تناولتا احتفال أنصار بوتفليقة في شوارع العاصمة، كما تم أيضا متابعة الندوة الصحفية التي أجرها علي بن فليس الذي قال إن لديه معلومات بحدوث تزوير في الانتخابات الرئاسية الجزائرية. كما نقلت هذه القنوات أيضا تصريح عبد العزيز بالخادم الممثل الشخصي لبوتفليقة الذي قال مرشحنا هو الفائز بدون أدنى شك، بوتفليقة حقق فوزا ساحقا. قناة فرانس 24 ورويترز نقلت بدورها تصريح عبد العزيز بالخادم، كما أولت اهتماما لتصريح وزير الداخلية الطيب العيز الذي أصر على أحقية المجلس الدستوري وحده لإعلان النتائج الرسمية للانتخابات. بعد أن بلغت نسبة مشاركة الانتخابات الرئاسية ل 2014 51.7% وقبل الإعلان الرسمي لهذه النتائج استطلعنا آراء بعض المواطنين. بوتفليقة هو بابنا هو كل شيء، دي بريفيرونس نخليوه هو ما يكون فوق المغسل حنا قابلينه. الحمد لله كاع كانوا ما دابيهم يديها بوتفليقة الاستقرار اختي في البلاد. بصحته كاتريام موندا خلاص. الحمد لله ربي ان شاء الله يحميه وان شاء الله يشافيه زيف بوتفليقة زيف بوتفليقة. كما ادلى مواطنون بالخارج بالتصريحات التالية. L'Algérie est en marche, l'Algérie est en plein développement et je suis très contente qu'il y ait eu des élections libres.